أنا اسمي دكتور إيهاب منصور، أنا أستاذ مساعد الجراحة في الكلية الملكية بأيرلندا، وبعمل استشاري لجراحات الجهاز الهضمي وبنظير الجهاز الهضمي والقولون المستقيم. الجزء اللي عايز أتكلم فيه، أنا مدعو النهاردة عشان خاطر أتكلم على التدريب الجراحي ومسار الأطباء ما بعد الحصول على الزمالة، ولكن للتنبيه العام على المرضى في العموم، يعني حاجة تخص المرضى في العموم، هو إصابات البطن الناتجة عن انسداد شرياني أو الوريدي في احنا بنقول عليه الميزنتريك فاسكولار اكلوجن، اللي هو انسداد الشريان المغذي للامعاء. الاصابات دي ممكن تيجي اصابات منها المزمن ومنها الحاد. المزمن تشخيصه بيجي بالوقت كجزء من منظومة تصلب الشرايين غالبا، أما الأخطر واللي بيؤدي لحياة الوفاة السريعة هو الانسداد الحاد في الشرايين والأوردة اللي هو الوريد أو الشريان الموصل المغذي للأمعاء. نصيحة إن أي حد بيجيله آلام حادة في البطن غير محدد السبب، والمريض اللي بيبقى على مميعات الدم نتيجة مثلا عنده ارتجاف في الأذيني أو تجلطات متكررة، المريض ده لو هيوقف الأدوية لازم يتابع الدكتور بتاعه عشان بيديله دواء بديل. وأول ما بتحصل معاه الآلام بيحصل بيعرض نفسه على الطبيب الطوارئ، فبيحاول الطبيب الجراحة اللي ممكن ساعتها يتدخل جراحيا لوقف تدهور الحالة والوقف عملية اللي هي تلف الأمعاء وتنتهي بالغرغرينة في الأمعاء. فالحالات كتيرة والحالات بنشوفها كتير، التدخل الجراحي فيها مطلوب جدا ما قبل الغرغرينة، ممكن التي حاليا بننقذ حياة المرضى ما قبل الغرغرينة. والجزء لو حصل الغرغرينة طبعا دي بيحصل استئصال، ودي ممكن تعرض لحياة المريض انه ما يعيش كتير، لانه كل ما استأصل من الامعاء كل ما حياته مستحيلة بعد كده. ده بالنسبة للحالات اللي احنا بنشوفها، الحالات الطارئة من تجلطات او اللي هو الامبوليزم، يعني اللي هو الانسداد لشريان المغذي للامعاء. شكرا. فنرجو بس يعني يكون المريض يكون واعي ويعرف نفسه على الطبيب بدري.